عندي جمبري مقصر، عندي بصل مفروم، ثوم مفروم، فلفل حامي مفروم. بس النهارده من يومين كانوا بيقولوا لي انت اي حاجه لازم تحطي فيها فلفل احمر وفلفل سبايسي كتير. انا النهارده محتاجه فلفل احمر، بس محتاجه منه ايه؟ حاجه كده تشعيره بسيطه، حاجه بسيطه قوي. عايزه احس بطعم الجمبري والكريمه مع ميكس الجبن اكتر ما يكون الطعم سبايسي. كل ما كان السبايسي بتاعنا هادي في الوصفه دي كل ما اديتنا تيست اعلى. طيب عندي ايه؟ عندي شبت، وعندي كريمه طهي، عندي ايه كمان؟ عندي كوبايه حليب، وعندي زبده وكمون وملح. الوش بتاعنا هيبقى ميكس جبن مع بابريكا، ميكس جبن مع بابريكا. ليه بتحطي البابريكا يا نونا؟ علشان هوريكم الشكل في الاخر هيبقى عامل ازاي. طيب عندي ووك سخن جدا على النار، وانا عندي زبده، بس محتاجه ان انا احط زيت عشان الزبده ما تتحرقش. بس انا محتاجه احط الزيت حاجه بسيطه قوي. ليه؟ علشان انا محتاجه تطعيمه الزبده هي اللي تكون طاغيه، هي اللي تكون ظاهره معايا. طيب هعمل كده واروح منزله الزبده، وطبعا عشان الوقت سخن فمش هبدا ان انا اسيبها يتغير لونها. هنزل كده، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا معايا، بسم الله ما شاء الله. بس عشان انا دماغي بتوسوسني ان انا اكل جمبريايه بشكله ده كده وهي نيه، فسيبوني عادي. بجد؟ اوكي. بصوا جدا، بس في ناس تقول لك ايه اللي نونا بتعمله ده، وفي ناس تانية تقول لك ده مزاج، وفي ناس تالتة زي ميرنا كده ولا زي نادين قالوا لك ايه عادي مش مشكلة ده زي السوشي مفيش أي مشكلة خالص. نزل الجمبري ونزلته مع الزبدة وسنة الزيت بالشكل ده كده. يا روحي على الريحة. الريحة بتاعت الجمبري طالعة مفحفحة من غير ما نحط له أي حاجة، فتخيلوا بقى لما نحط بقية المكونات هيبقى عامل ازاي. يا دوب يبدأ يدخل في التسوية كده. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أنا عندي استعداد إن أنا رشة كمون ورشة ملح أكله كده لوحده، ممكن كمان من غير الكمون والملح أكله كده لوحده. شايفين المنظر عامل ازاي؟ أرجع بعد كده أنزل بإيه؟ بص يا روضة معايا؟ طيب عندي توم وعندي بصل وعندي شبت وعندي بهارات، أحط إيه؟ البهارات، الكمون قصدي. احط توم؟ ليه ما احطش بصل؟ ايوه كده ايوه كده، صحصحي معايا. هنحط التوم الاول ينزل. يا الله قسم، ايه العظمه دي؟ ايه ده بقى؟ ايه ده بقى؟ حد يقول لي ايه ده يا جماعه؟ كده حطيت ملح؟ لا ما حطيتش ملح. هو المفروض ان احنا مع السمك بنحط فلفل اسود؟ برافو عليكو شطار. حطي كمون. ليه؟ انا شايفه ان كده تمام جدا. يتشال من على النار ولا يتساب شويه كمان؟ يتشال ولا يتساب؟ يتشال يتشال يتشال. ها يتشال. برافو عليكو. كل ما بيتساب على النار زياده بيبقى زي ما رغده بتقولي كده، انت بتقولي زي الكاوتش فعلا. كل ما الجمبري يتساب على النار زياده بيبقى زي الكاوتش، فانا شلته من على النار. شايفين الشكل؟ اقسم بالله روحه فنيه وريحته تجنن. انا ما عملتش اي حاجه. اهو بصي يا جي. بصي يا. ايه ده بقى؟ ايه الحلويات دي؟ طيب شلته من على النار وهبدا اعمل ايه؟ هحط البصل على الني، والبصل بتاعنا مفروم ناعم، مفروم ناعم. انا خدت الروايح اللي انا عايزاها، ده كريمه. خدت الروايح اللي انا عايزاها وخدت التست اللي انا عايزاه. البصل انا حطيت منه معلقتين مفرومين كده ني. هرجع اعمل ايه؟ وحطيت كل حاجه، انا خلاص مش عايزه حاجه ثانيه. طيب هبدا ان انا اعمل الكريمه كده. وانا عملت ايه؟ انا حطيت ميكس الجبن الموتزاريلا والشيدر مع الجمبري بالكريمه والحليب. بس هيترفع النار؟ ها يتاخد على النار غلوه ليه؟ علشان الجبن تسيح؟
طب ما انا كده كده هدخله الفرن. ما انا كده كده هدخله الفرن، ليه بقى مش هحطه على النار؟ ايوه بص انا عايزه اقول لكم، ايمن واقف قسما بالله بيشرح يعني بيشرح اللي هيوصل له طاجن الجمبري بتاع بيرات وشه، اللي هو ايه اخلصي بقى انا جعان يعني. ده بص بيقولي ده يتاخد اصلا ما يتعملش فيه حاجه. عندنا طاجن يا ست الناس، نبدا ناخد الحلويات دي كلها. بص يا جيمي، عند ايمن ولا عند محمد؟ ها ايمن، بص المنظر، بص المنظر، بص المنظر، بص المنظر، بص العظمه. نعمل كده، لما يدخل الفرن الجبن دي كلها هتسيح جوه الجمبري. انا ليه عملت كده؟ ما انا كده كده هحط جبن على الوش، بس الجبن اللي على الوش هتبقى عباره عن طبقه، طبقه ملهاش علاقه، بس ملهاش علاقه باللي تحت. لكن لما انا حطيت ميكس الجبن جوه الجمبري نفسه فهتبدا تسيح، فكل جمبريايه هتطلعيها كده 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 كده. انتوا فاهمين اللي انا بتكلم فيه؟ وهنشوفه مع بعض. يا الله ايه ده بقى، ده ايه ده؟ لوحه فنيه بالشكل ده. نيجي بقى هنا وخدوا التركايه دي وما تقولوش عليها لحد. نمسك كده بابريكا وعملت، شايفين شايفين انا بعمل ايه؟ رشة البابريكا اللي على الوش دي لما بتسيح الجبنة هتدي معاها لون احمر يخليلك تحسي ان الطاجن جاي من حتة تانية، مخبوس في فرن بلدي، مخبوس في فرن من حطب بالشكل ده كده. انا مش عايزة حاجة تانية، مش عايزة اي حاجة تانية، حتة طاجن الله اكبر. بصوا بقى التركاية دي كمان، الأخضر مع الأحمر بتاع لون البابريكا مع الميكس الجبن لما يسيح بس. فرننا شغال على درجة حرارة 200، مش 180، 200، ويكون سخن قوي، علشان مجرد ما دخل الطاجن أنا كل اللي محتاجاه الجبن تسيح وبس، ولا محتاجة إن جمبري يستوي، ولا محتاجة أي حاجة. أقول لكم إن الجبن، بص يا جيمي بصوا الجبن بدأت ان هي تسيح ازاي، ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. انا مش محتاجة غير ان الجبن تسيح وبس، والكريمة جوه تاخد السخونية وتبدأ ان هي تفضل جوسي زي ما هي، ما تبقاش مكتلة، عشان كده ما حطيتلهاش دقيق.